السلام عليكم بعجالة. بزاف ديال الناس منكم كيتفرجوا فينا وكيستافدوا بالمعلومات ديالنا. استشارات مجانية في الفيزا والهجرة خفيفة على الواتساب على مدار الساعة، ولكن الناس اللي باغا تشد معنا دي رونديفو على المدى الطويل، سواء الناس اللي باغا تهاجر لبرا وما عارفاش المخطط كيفاش تهاجر، يعني باغي تمشي وما عارفش كيفاش يحل الكونت بونكير، ما عارفش كيفاش يخدم، ما عارفش كيفاش يدبر ورق اللي فيش دوبي، ما عارف كيفاش يسوي الوضعيه، باغي يسول دو عليه فاش داير الاجواء برا، واحد باغي يفسر على انشاء الشركه برا، واحد باغي يدير اقامه غير ربحيه برا. بزاف ديال الاسئله منكم الخوت غنجاوبوا عليها في هذا الفيديو، وباش ما يطولش عليكم خوت الاستشارات المغرب تمرمزوا الناس اللي بغات تهضر معنا شخصيا لمده 30 دقيقه او ساعه. راه كاين استشارات لاول مره في المغرب في الفيزا والهجره، ما كاينش 1000 درهم، ما كاينش 1500 درهم، داكشي اللي كيديروه لي زافوكا دي ميغراسيون الله يسهل عليهم. كل واحد وشنو يكون واحد التمرمزي باش تعرفوا الثمن ديالو وتشدوا استشاره معنا لمده نصف ساعه او ساعه من المعلومات، يعني غنستافدوا مزيان مزيان وغتوفروا بزاف. الناس اللي غلطه وغتقول لك لا راه هادشي ما يمكن، شنو هو راه غتوقف شحال واحد ضيع في الفيزا هو ما فيهش الشروط، وشحال من واحد عاود دفع وعاود دفع وعاود دفع وتلقى بزاف ديال الرفض وعنده اخطاء بسيطه في الملف ديالو. ناهيك عن الناس اللي كتمشي لاوروبا وبدون مخطط، يعني سنين وسنين ومعلومه كانت خاصهم او معلومات كانت خاصهم اللي وجههم للطريق الصحيح، يا ريت تكون من بعد دوك 50 ولا 60 ولا 7 سنين من صوب الورق، يا ريت تلقاو يخلصوا ديك 20 اورو ولا ديك 30 اورو اللي ما تبقى ويستافدوا بهذه المعلومات ويوفروا عليهم السنين. ما تمشيوش الخوت، حاولوا تفكروا على المدى البعيد، والف مرحبا نستقبلوا انتقاداتكم البناء او الغير بناء، وشجعونا الخوت بادره طيبه، بقاو معنا الى اخر الفيديو. الخوت على البلاي ستور الابليكاسيون ديال اجي واستافدوا، بغيتوا تيليشارجيوها مرحبا، ما بغيتوش تيليشارجيوها غادخلوا عبر جوجل، ما عليكم الا تكتبوا اجي واستافدوا غيطلع لكم لابيل لي تينيغار ديالنا لو سيت ويب ديالنا، ما عليكم الا تدخلوا لو سيت ويب ديالنا. الناس اللي عندهم ليوس يدخلوا. اليوم زدناكم ولاول مره من بعد طلب تاشيره جاء طلب استشاره في اي بي. هاد الاستشاره في اي بي الناس اللي ما قدرتش تواصل معنا، الناس اللي بغات تمن رمزي تمن اللي كيديروا وفرنا المحامين ديال الهجره، راه نقصنا عليه حنا، راه درنا غير 20% و 30% داكشي اللي كيحسبوا. هانتوما الخوت كما كتشوفوا لا فورم واجده، لو كونت بونكير هو، بغيتو 30 دقيقه، بغيتو ساعه، الاسم الاسم العائلي، رقم الهاتف، المدينه، تسكانيو لنا لو غوسي ديال البيمون وتصيفطوه لنا، نتصل بكم في اقل من 24 ساعه الخوت ونديروا معكم ابل فيديو فاس فاس ونهضروا عليكم جميع الثغرات والمعلومات حتى نلقاو الحل المشاكل ديالكم. وكا ولا ما كان خوت،